ضيفي النهارده هو الحقيقه فنان عملاق، يعني في اقل تعبير، وهو النجم الكبير الاستاذ يوسف شعبان. برحب بيك جدا في برنامج 90 دقيقه يا استاذ يوسف، وانت منور. ربنا يخليك. وشكرا لقبولك الدعوه. لا ده انسان عزيز و شكرا. يسعدني جدا ان انا اكون في ضيافتك يعني. وحضرتك مقل على فكره في الظهور الاعلامي، بقى لي فتره ما شفتكش. انا بقى لي 4 سنين دلوقتي ما طلعتش في حته. لا مفيش حاجه. طب استاذ يوسف، بالنسبه لجمهورك، وانا واحد منهم اكيد، ويعني انا شايف ان انا مش مفروض حتى اتكلم عن من هو يوسف شعبان، ولا ايه الاعمال اللي عملها، ولا ايه التاريخ بتاع يوسف شعبان، لان ده شيء زي ما تقول تحصيل حاصل. المشاهد المصري والعربي عارفه وحافظه صم. انما لو سالت حضرتك بكل بساطه، هو فين النهارده يوسف شعبان؟ فتقول لي ايه؟ هو الحاجه الغريبه اللي حصلت يعني انه احنا لما اتخرجنا من معاهد التمثيل وكليات المتخصصه في التمثيل وكده، كان في جيل من الممثلين في مصر، وده كان عامل نهضه كبيره جدا خصوصا في السينما. كان قبل التلفزيون ما يتعمل يعني. احنا دخلنا مع افتتاح التلفزيون في الستينات، وبالتالي كان في نهضه ثقافيه و تساوي النهضة الفنية اللي اتعملت في الستينات. والاثنين امتزجوا ببعض وعملوا ظاهرة غريبة جدا، عملوا جددوا المقولة اللي بتقول ان القاهرة هي هوليود الشرق. صحيح. وده عملوه اجيال على مدى 120 سنة عمر السينما المصرية. وحضرتك نجمك كان بيلمع جدا في هذه الفتره مع دخول او ظهور التلفزيون اللي هو كان بيسموه التلفزيون العربي. ده كان في سنه 60 تحديدا، الستينات 64، وكان ساعتها السينما طبعا المصريه والمسرح المصري. أيوة. في القمه بالظهر. فكنت موجود، مش انا بس، انا وجيلي طبعا، وجيل من المخرجين اللي برضه اتخرجوا من معاهد السينما وتتلمذوا على ايدي مخرجين كبار، سيد صلاح ابو سيف وكمال الشيخ وعاطف سالم وفطين ابو وهاب. جيل من المخرجين برضه اكتسبوا هذه الخبره، وابتدينا نندمج وعملنا فعلا النهضه اللي حصلت في الستينات والسبعينات. تمام تمام. فجأة من حوالي 4 سنين كده، لا بقى في جيلي من الممثلين ولا جيلي من المخرجين. مش موجودين خلاص. اتحكم عليهم بالاعدام. ليه؟ مش معروف السبب. هل ده المقصود بيه انه اللي بيتعمل احسن من اللي احنا كنا بنعمله؟ هل ده مقصود بيه انه جيل الشباب هو اللي لازم يحتل المكان؟ عموما القمة او المساحة فيها متسع للجميع، واحنا لما اشتغلنا كان في برضو زملائنا اساتذتنا وكانوا كبار وكانوا من اعمدة الدراما في التلفزيون او في السينما. فجأة الجيل بتاعنا ده مش موجود، والجيل نفسه من المخرجين مش موجود، في شباب جديد. يعني اهلا بالشباب، يعني ما بقولش حاجه، بس الشباب لوحده مش هيعمل حاجه. طب ليه ما نقولش استاذ يوسف، مع احترامي الشديد لكلام حضرتك طبعا، انه دي سنه الحياه، ان الاجيال بتسلم بعضيها. طيب ما هم مش سلموش مننا. هم لغونا وطلعوا هم لوحدهم. ايه معنى لغونا دي يا استاذ يوسف؟ ما هو ما فيش اي تعاون بيننا وبينهم. يعني حضرتك عايز تقول، بس ربما تكون بتتعفف انك تقولها، يعني لا توجد اعمال تعرض على الفنان الكبير يوسف شعبان؟ مفيش اعمال بتعرض عليك؟ ولا انا ولا جيلي كله. يعني اخر عمل كان ايه بالنسبه لحضرتك؟
اخر عمل كان انا عندي طبعا الاعمال كلها اللي هي مثلا في الدراما كان في امرأة من زمن الحب اصل رأفت الهجان ده من زمان قوي لا رأفت الهجان ده في الضوء الشارد بعديه في الضوء الشارد وده من انجح المسلسلات من ساعة ما اتعملت الدراما في التلفزيون انجح مسلسل اتعاد 63 مرة كل مرة الجمهور بيتفرج عليه كان الله يرحمه الأستاذ ممدوح عبد العليم ايوه كنا مجموعة جميلة زكي. جدا سميحة ايوب وسميحة ايوب مع الفنانة الكبيرة طبعا الأستاذ محمد رياض أستاذ جمال اسماعيل طيب من حضرتك بقالك حوالي 4 أو 5 سنوات لم تشترك او تشارك في اي عمل ايوه طب يعني معلش يعني هل ده بسبب انك قاعد كده في البيت ولا بسبب ان مفيش اعمال مفيش حد بيكلمك بيتواصل معاك ولا اعمال ما بتعجبكش بالنسبة لتاريخك لا هو اولا مفيش اي اتصال زي ما كان بيحصل الاول ان شركة تقول لي انا بعت لك السيناريو او الدور كذا يتفقوا معايا وهكذا مش انا الواحد انا ما بكلمش عن نفسي انا عارف انا عملت كل الادوار اللي ممكن تتعمل يعني انا شبعان تمثيل صراحة انا اشتغلت في المهنة دي 50 سنة مظبوط فشبعان تماما يعني نص قرن انما الموقف اللي انا عملته ده احتجاجا على ما يقدم الشباب لوحده مش هيقدر يعمل نهضة مسرحية او نهضة درامية مش لوحده لازم الاجيال اللي قبليه تكون اعمدة معاه طب حضرتك لما بتتكلم على الموقف الاخير للي بيتابعنا حضرتك اعلنت اعتزالك الفن ايوه طب استاذ يوسف يعني هل حضرتك بالمناسبة احنا بنكلم بعض في لقطات من مسلسل شهير جدا وهو اعتقد ده ايه المال والبنون ولا ده ايه المال والبنون حاجة عظيمة ورائعة وشهادتي فيك مجروحة يا استاذ يوسف طبعا لانه مين هيشهد كل الشعب المصري بيشهد بالنجم الكبير وتاريخه استاذ يوسف شعبان هل لما حضرتك خدت قرار اعتزالك الفن هل كنت جاد في هذا الموضوع ولا ربما مثلا قرار الأستاذ محمود الجندي مثلا حركك شوية أو حسسك بأنه لازم يبقى فيه رسالة قوية لصناع الدراما إيه الظروف يعني لما ده التجاهل ده أو العزل اللي حصل لنا ده تسميه عزل عزل يشمل كل جيلي حتى جيلي اللي بعدية يعني ما فيش عنبي زي زميلنا العظيم محمود الجندي استاذ محمود نظام العمل كمان اتغير الاول كنا بناخد المسلسل كامل من الحلقه الاولى للحلقه 15 او الحلقه 30 الواحد بيعرف راسه من رجليه في الدور بدايه ونهايه بنعمل بروفات بنقعد مع بعض صحيح انما اتفاجئت انه جندي قال لي ان هو ادوله 5 حلقات بس ومضوع المسلسل كله وباقي المسلسل مفيش يعني بيتكتب وهو شغال سيستم طبعا غير مقبول وسيستم لا يمكن يحقق حاجه لا يمكن مش دي السكه صح عشان انتاج اعمال تكمل اللي عملوه اساتذتنا قبل كده ده بينتقص من اللي احنا عملناه ومن اللي عملوه اساتذتنا بغض النظر طبعا عن ان في ممثلين القمه فيها متسعه للجميع زي ما قلت لحضرتك في ممثلين كويسين وفي شباب كويس كل حاجه بس ده مش كفايه عشان يعمل يضيف لان لسه الاستاذ يوسف شعبان لغايه النهارده يعني قادر على العطاء وممكن مثلا المسلسل بيبقى فيه نفترض اب لاسره او استاذ جامعي مثلا نقول تقاعد زي ما كنا شباب وكان فيه اساتذتنا كمال الشناوي وشكري سرحان كانوا موجودين احمد رمزي وعمر الشريف وكل لم يتم استبعادهم ما فيش ما ما انعزلوش يعني ما عزلوهمش
بس توقيت اختيار حضرتك لقرار الاعتزال ده، يعني التوقيت ده كان وراه ايه؟ يعني سببه ايه؟ اشمعنى اليومين دول اللي اتخذت هذا القرار؟ من اللي حصل لمصر يعني، يعني انا حسيت انه المجال ده بالذات اللي احنا تميزنا بيه وتفوقنا بيه وحققنا بيه نهضة بالنسبة للعالم العربي، وكان هو السبب يعني في طبعا يعني يعني حسيت زي ما اكون في عملية تخريب حاصلة للمستوى اللي وصلت له مصر قبل كده. ليه كده؟ ممكن اول اللي بيقدم ده يبقى قده 10 مرات، زي ما قلت لحضرتك المساحة فيها متسعة للجميع، يعني مش معقول جيلي لما هيشتغل هيبوظ اللي بيعملوه او جيل المخرجين اللي بتسند له اعمال ما عادش بتسند له اعمال دلوقتي هيبوظوا الجيل اللي موجود من المخرجين دلوقتي. هيضيفوا البقاء، والبقاء للاصلح. مظبوط. بس لما حضرتك بتتكلم على هذا الموضوع استاذ يوسف، يعني مين الجهة اللي بتتصور انها ممكن تتلقف الرسالة؟ لان النهاردة الدولة ولا بتنتج سينما ولا بتنتج انتاج درامي، كل الانتاج الدرامي يعني شفنا رمضان اللي فات كان فيه يعني اكتر من يمكن 45 مسلسل لو انا يعني مش غلطان في الرقم، بس هو على الاقل يعني كان في الحدود دي، يعني اقل من 50 مسلسل. دي كلها جهات خاصة، قطاع خاص. يعني هل حضرتك بتهيب بالدولة بالحكومة المصرية بانها تتدخل في الانتاج وتعيد لازم بقى الوجوه بتاعت زمان؟ لا، لازم يبقى في قطاع انتاج، لانه الوجه الحضاري والوجه الفني لمصر ما هوش ملك حد عشان كل واحد يعمل اللي على كيفه. ده ملك الشعب المصري كله، فما يجيش شركات كل واحد فيها يعمل اللي هو عايزه، تكون نتيجة انك تحس ان في عملية تخريب، في معاول بتهدم في اللي عملوه اساتذتنا واجدادنا. التاريخ ده اللي انا خلاني بحتوقف الوقفة دي، وبحتج على ما يقدم، ان اللي يقدم ده ما يساويش للنهضة الفنية اللي حاصلة في مصر ولا اللي قبليها كمان. يعني اللي وصلونا ليه اساتذتنا ده، كل ده بينتقص منه. طب في تصريح ليك استاذ يوسف بتقول فيه ان الاعمال الحاليه لا تشرف اي مصري، لان هم بيصوروا الشخصيه المصريه على انها وفي مواضيع شخصيه مش في مواضيع فعلا بتسيء للمجتمع المصري، بتسيء. يعني احنا مش معقوله بنحل مشاكلنا بالعافيه بالدراع او بالمسدس او بالسكينه. مش مصر بالبلطجه يعني. دي مش مصر. طب اذا كان في سوق والسوق ده بيستوعب مثل هذه الامور، زي مثلا الامريكان بتلاقي عندهم افلام العنف، يبقى جانب. لا مبقاش هو الاساس. مفيش، مش كل مسلسل اتفرج عليها الاقي يا ناس بتضرب بعض، يا ناس بتقول الفاظ نابيه، يا ناس ماسكين السكاكين لبعض، يا ماسكين مسدسات لبعض. يعني مش ده المجتمع المصري. احنا ما عملناش، مش ده مجتمعنا. طب ما هو لو يجوز، يعني يجوز لان ده سوق خاضع لآليات العرض والطلب. ممكن لو قدمت عمل خالي من الامور دي ويعني يقترب للمثالية الى حد كبير ممكن. لا انا ما قلتش كده. لا تقبل عليه القنوات. انا ما قلتش انه يعني اقرب من المثالية، انا بقول يتعمل حتى نصوص لكتاب كبار وادباء زي ما احنا كنا بنعمل. لا، لازم يبقى في مستوى للعملية الفنية في مصر، لازم. ما هياش كل واحد يعمل اللي هو في دماغه. يعني انا ما بقولش الدولة تخش تنتج زي الاول، ما بقولش يبقى في قطاع انتاج، انما يبقى في جهة مشرفة على ما يقدم. الجهة دي مسؤولة عن البلد،
لازم تكون مصر جوانا واحنا بنعمل الاعمال دي. هنفضل بس معتمدين على الرئيس عبد الفتاح هو اللي مصر جواه بس؟ لا، لازم كل واحد فينا في مكانه تبقى مصر جواها. طب ما هو يجوز اللي بيقدموا الاعمال دي فاكرين ان هم بيقدموا خدمات جليله للبلد. ازاي؟ ما هم كل واحد بيعرف نفسه ان هو بيقدم هو فن. هو ده اللي انا بتكلم عليه بقى. اه لازم يبقى في جهه بقى تشرف، يكون فيها ادباء كتاب تشرف على اللي هيقدم ايه. انما مش كل واحد يبقى ماسك معول ويهدم في تاريخ مصر الفني يعني. طب دلوقتي التركيبه اللي حاصله ان بيبقى في نجم معين بتسوق على اسمه استاذ يوسف الاعمال، يعني مثلا ودي يمكن معرفش دي كانت موجوده في جيلكم ولا لا، يعني مثلا احمد السقا على سبيل المثال، او محمد رمضان مثلا، او عمرو يوسف، او كريم عبد العزيز، شريف منير، يعني بدل ما يبقى عمل قائم على البطوله الجماعيه يجوز السوق دلوقتي فرض حته ان هو ايه، حتى تبص تلاقي الاخبار بسرعه بتيجي لما يبقى في نجم وقع مع قناه او مع جهه انتاجيه. ما هي دي الظاهره اللي حاصله. هل ده دي ما تعملش نهضه، دي تعمل زملاء كويسين ممثلين ممتازين، انما ما تعملش نهضه في لمستوى الفن في مصر. العمل الفني عمل جماعي، ما هوش عمل فردي. صحيح. طب استاذ يوسف، يعني لو اخترنا عمل او عملين من رمضان، من الدراما اللي اتقدمت في رمضان اللي فات، اللي نقدر نقول ان هم اجتازوا القبول عند الاستاذ الكبير يوسف شعبان، ايه الحاجات اللي اتفرجت عليها وعجبتك؟ الحقيقه اتفرجت ان مفيش حاجه عجبتني يعني اكتر من 45 مسلسل. لا ما تعرضش على الفضائيات الكم ده ما تعرضش يعني. انما قريت يعني قريت برضو عن لو ما كنتش اتفرجت يعني انما قريت نقد او وجهات نظر ما عجبنيش. يعني مش دي مصر ودي حضاره مصر وده تاريخ مصر في الفن وفي الثقافه، مش هو ده. حرام يعني. فلما الاستاذ يوسف شعبان بيعلن اعتزاله العمل الفني اللي هو اشتغل فيه اكتر من نصف قرن، ايوه دي رساله احتجاج مقدمه من الاستاذ يوسف شعبان لكل من يهمه الامر. بالظبط كده، هو ده يعني. تمام كده. وانا عارف ان اي فنان بيبقى امضى كل هذا العمر بيبقى الفن في دمه، بيبقى عاشق للفن والتمثيل. هل حضرتك تقدر تبطل تمثيل؟ وانا كنت اود ان انا امثل واموت في الاستوديو زي اساتذتنا، زي محمود المليجي، ربنا اداك طول العمر. يعني كنت اتمنى ان انا، انما انا ما اقدرش اشارك في اعمال تسيء، لا الاعمال اللي انا عملتها تسيء، لا الاعمال اللي عملتها لتاريخك او لتاريخ الفن في مصر. طب ولو اتعرض عليك استاذ يوسف عمل يعني يليق بتاريخك، ليه ترفضه؟ هو عمل، والفن مش عمل واحد. او اللي انا بتكلم عليه ده مش عمل او اتنين او تلاته، ده ظاهره شامله يعني. كل الاعمال اللي بتقدم اغلبها او 90% منها اعمال ملهاش علاقه بالمستوى اللي وصلنا له، مش معقوله. طب معلش يعني حضرتك ليك جماهير عريضه ومحتاجين برضو ان هم يعرفوا شويه اخبار عنك، اللي هو الـ 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 العيشه، عايش ازاي؟ عايش مع مين؟ احوالك ايه وانت في هذا العمر؟ وانا كنت مريت ب ازمه صحيه كده لمده سنه ونص تقريبا. يبدو ان دي كان ليها يعني اسباب او انعكاس على العمليات الانتاجيه، لانهم كانوا بيسالوا عليا يقولوا ده يوسف مريض او في المستشفى او كده يعني. انما المساله انتهت يعني، بقى لها سنتين دلوقتي وتجاوزت الحمد لله زي الفل. الحمد لله صحتي كويسه. الحمد لله وعندي استعداد، انما وانا ما بتكلمش عن نفسي،
انا مش يعني مش في دماغي نفسي وانا بتكلم على وانا بحتاج كده. انا في دماغي يعني المفروض كلنا كنا بنشتغل قبل كده ومصر جوانا يعني الاحساس بالمسؤوليه ناحيه البلد واللي وصلت له والثقافه بتاعتها وفنها اللي تميز بيه على الاخرين وكده يفضل اذا موجود. يا اما يعني اذا كناش نقدر نضيف فيبقى المستوى موجود انما ما يقلش كده ما نحدرش كده. هل كلام حضرتك ده بينصب على الدراما التلفزيونيه ولا السينما كمان؟ والله انا كلامي منصب على الدراما التلفزيونيه. الدراما اكتر ها؟ لانه السينما يعني دي اخرى ماساه. يعني بعد ما كنا بننتج 100 و120 مسلسل في السنه. الهند اللي بدات بعدينا ب 20 سنه. بدات السينما بعدينا بينتجوا 700 فيلم في السنه. احنا بننتج كام فيلم في السنه؟ 3 4 5 6 7. يعني مش دي هوليود الشرق اللي قبلونا اللي قبلينا اسسوها. وهو برضو الكلام برضو عن هل عن الكم ولا الكيف والجودة يعني مش بس ناحية الكم طبعا. طبعا على المستوى اللي بيقدم وبالتأكيد زي مثلا اي دولة بتنتج سينما عشان بتنتج امريكا بتعمل فيه نوعية من الافلام طبعا. انما طبعا في الاخر ما المجموع ما بيسقش في الامريكا. يعني بيظل يمجد في الامريكان والهيرو الامريكاني وكده يعني مفيش كلام يعني ده اللي اقصده. يعني ان مصر ما هياش كده ما هياش بالمستوى ده يعني مصر اعظم من كده بكتير. طب هل حضرتك بتقول في تصريح ليك ان شركات الانتاج بقت تلهس ورا الاسواق العربيه بدل ما الاسواق العربيه كانت بتسعى دايما انها تيجي تشوف ايه المطروح عندنا؟ يعني ان المعادله اتقلبت كانوا بيجوا مندوبين من تلفزيونات الدول العربيه علشان يتفرجوا على الاعمال اللي هتقدم مثلا اللي احنا بنجهزها وكده ويتنافسوا في انه كل بلد او كل محطة عايزة تعرض الدراما المصرية. دلوقتي مفيش حد بيسأل فينا خالص مفيش. بس برضو المسلسل المصري له وجود برضو في العالم العربي. بيروح المنتج بنفسه يروح يعرض العمل يعني وما يكون طلعت حرب باشا مع عمل السينما المصرية كانت بتحقق الاساس الاقتصادي دخل كبير بعد دخل كبير صحيح. دلوقتي ما تشكلش حاجه خالص يعني. هل ليك وجهه نظر استاذ يوسف في مساله الاجور و اللي بنسمع ان يعني في ميزانيات عاليه قوي بالنسبه لبعض يعني نجوم الدراما؟ هل ده بمنظورك وانت من ابناء الجيل القديم حضرتك لما بتتابع الارقام دي بتشوفه ازاي؟ يعني نجم مثلا ممكن يوقع ب 30 مليون جنيه مثلا على بطوله مسلسل. هل حضرتك شايف الموضوع ده ازاي؟ انه كويس ولا وحش؟ لا ازاي؟ هو الزملاء اللي بيحققوا هذا النجاح وبيساووا دوت الواحد بيفرح له. يعني انا لما كنت نقيب ممثلين حصلت الظاهره دي ان خصوصا بالنسبه للزميلات فجاه زميلات كان الاجور تقريبا متقاربه فجاه بعض الزميلات ذكر اجورهم بما يساوي مليون او 2 مليون او 3 مليون وانا عندي كشوف بزملاء انا كنقيب مسؤول عنهم. مش معقول تاريخ فنانه يعني عشان تقف قدام
واحده من اللي بتاخد مليون او اتنين ديت وهي بتاخد 1000 ولا 2000 او 3000، يعني هتقف ازاي؟ هتشتغل قدامها ازاي؟ كل دي مسائل مهمه جدا بالنسبه للفنان. رحت رافع كل الزملاء، يعني انا مع ان الفنان ياخد اجره، ياخد بس ما تبقاش الفجوه كبيره بحيث انها تاثر على معنويه، على الحاله المعنويه للفنان. لا لا، ما كل دي ظواهر. دي مش هتستمر، دي ظواهر اللي هي القفزات الكبيره دي ظواهر، لانه مش معقول الدخل اللي هيحصل نتيجه الملايين الكتيره دي هيستمر على طول. ما هو دي، ما هو دلوقتي احنا دخلنا استاذ يوسف في زمن السوق الحر، عرض وطلب، وطالما في سوق بيشتري وبيقبل يبقى هو اكيد المنتج عارف قبل ما بيطلع قرش من جيبه ان هو هيدخل له مردود من 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 هذا الانتاج. هي الحكايه برضه مش حكايه قروش وبس، مش حكايه كل واحد باصص لنفسه ولمصلحته بس، لا، ده مسؤوليه. البلد نفسها مسؤوليه. يعني معرفش انا، هل جيلي بس هو اللي حاسس بالمسؤوليه دي ناحيه مستوانا الفني ولا مستوانا الثقافي؟ يعني مفيش خالص اهتمام بالبلد، مفيش انتماء للبلد، اسم مصر ده يعني مش مهم، والمهم كل واحد بيحط في جيبه كام. طب الانتماء من وجهة نظرك يحصل في اي شكل؟ في اللي بيقدم. في اللي بيقدم؟ مستوى اللي بيقدم. انا قلت لحضرتك خمس حلقات، هل الخمس حلقات الفنان ممكن ينتج منهم، يعمل منهم شخصية ممكن يعيشها ويأدي قدام الكاميرا أداء سليم؟ لا يمكن. لا، كل دي ضد الدراما، ضد اللي احنا اتعلمناه، ضد اللي اسدتنا علموه لنا. فدي هتعمل انحدار. بس انا كنت متصور استاذ يوسف ان حضرتك هتنتقي بعض النماذج، وطبعا حضرتك طبعا حر، حريه كامله فيما تقوله من اراء، وتقول لي مثلا فلان ده ماشي صح، فلان ده مخرج قوي شاب بتنبأ له مستقبل كويس، فلان ده نجم موهوب مثلا. يعني ما كنتش فاكر ان حضرتك مش عاجبك الجيل كله يعني. لا، انا ما قلتش مش عاجبني. بقول ماشي ده بيحقق نجاح، بس نجاح جزئي مش نجاح كلي. ولا العمليه الفنيه ما هياش عمليه فرديه، ده عمل جماعي. مظبوط طبعا، عمل جماعي بينسب للبلد. طب مين من الوجوه الشابه اللي بتعجبك؟ في كتير، في شباب كتير كويسين. يعني مين اللي يوسف شعبان نفسه يشوف فيه كده ان هو ممثل موهوب؟ انا شايف انه صلاح السقا، احمد السقا، احمد اصله صلاح ابو الله طبعا، الله يرحمه ياسر ليه طبعا. احمد السقا، شايف كريم عبد العزيز فنان كويس، في شباب كويس، بس لازم يبقى جنبهم أعمدة تانية من أعمدة الدراما. ما يبقاش صحيح الواحد وبيقدر يحقق، بس مش على طول هيحقق، هيحقق في عمل أو اتنين. إنما المواضيع بيستلزمها طبعا نماذج أخرى جنبه، أو أساسات تانية، أعمدة تانية جنبه. طب ما هو في جيل يعني موجود وبيشارك، زي مثلا استاذ صلاح عبد الله، زي الاستاذ حسن حسني، بس هو اليومين دول او في الموسم اللي فات بالذات ما كانش موجود قوي، بس كان موجود قبل كده بكثافه شديده خالص يعني، يمكن خد عين. زي مثلا الاستاذه سوسن بدر، يعني كل دول اجيال ما هياش اجيال حديثه قوي، انما موجوده وبتفرض موهبتها على الدراما بشكل ملحوظ. فايه رايك في مشاركه الوجوه دي؟ الله، ما هم دول اللي انا بتكلم عليهم، ما هو دول بيشكلوا هذا الجيل اللي انا بقول لك ان انا منه
وفيها ساده كتير زملاء كتير. احمد بدير مثلا موجود. زملاء كتير. بشكل فردي. انما الاغلب انه مفيش استعانه بهذا الجيل خالص. ولا يعني شفت مسلسل بقالك 4 سنين اخراج احمد بدرخان؟ لا. احمد يحيى، عمر عبد العزيز، محمد عبد العزيز، ما فيش. ليه؟ دول اللي يعني الخبرات الكبيره اكتسبوها من الاساتذه اللي هم تعاملوا معاهم وكانوا مساعدين ليهم. خبرات نضيعها على البلد ليه؟ ما هو السؤال ده ممكن يوجه اعتقد استاذ يوسف للحكومه، يعني للتلفزيون بتاعنا، بتاع التلفزيون ماسبيرو. انما الانتاج الخاص له اللغه بتاعته وله الاليات بتاعته، ما تقدرش تحاسبهم انتوا ما جبتوش احمد يحيى ليه؟ ده موضوع يعني هيقول لك والله انا الترشيحات عندي مساله مختلفه، يجوز هو بيرتاح في التعامل مع مخرج معين. هنرجع تاني نقول ان المسؤوليه مسؤوليه كبيره، مسؤوليه الدوله بقى. لا قصدي انه اللي بيقدم، المنتج اللي بيخدم على انتاج عمل ده لازم يبقى جواه البلد ومستوى البلد ومستوى الثقافي بتاع البلد طبعا، انما مش الكم جنيه اللي هيحطهم في جيبه. مظبوط. بس حضرتك ما سالتش نفسك استاذ يوسف، هو ليه الدوله بتاعتنا قبل كده كان في كذا تجربه الدوله اتدخلت عشان تعمل قطاع الانتاج، القاهره موجود، وهو رأفت الهجان دي كانت من انتاج مين؟ قطاع الانتاج، يعني كانت من انتاج الدوله. ايوه. ولما عملنا مؤسسه السينما لو حضرتك تذكر، لما قالوا مش عايزين الافلام اللي هي نص نص، فعملوا مؤسسه السينما. أيوة. مؤسسه أيوة. السينما بقت أيوة. تنتج الافلام. طب ما هو دلوقتي يعني حضرتك يعني بتوجه رسالتك بقى دي للدولة. للدولة طبعا. لأن الدولة فين؟ أيوة. طب فين المسرح؟ مش موجودة خالص، سابوها. مش عشان ما عادش في وزير إعلام يتساب الحكاية بالشكل ده؟ إيه رأيك؟ وإحنا بنتكلم كده والمشاهد متعطش لأعمال أستاذ يوسف شعبان، نتفرج على بعض المقاطع كده بعد إذنك. هبدأ بمقطع من المسلسل الشهير رأفت الهجان يا محسن بيه. في ايه يعني لما اقول في اخر المكالمه مع السلامه؟ يبقى الاخ مصطفى مش هيجي لك في الميعاد. ليه؟ هيعرف ان في حاجه غلط؟ ممكن بقى تفهمني سعادتك اكتر؟ مش في احتمال انهم يكشفوك؟ ما بلاش السيره دي، ولو كشفوك اكيد هيمسكوك. الله اكبر. في الحالة دي هيحاولوا يقرروك، مش كده ولا ايه؟ أمال أنا هيلعبوا معايا 10 طاولة؟ أنا ما بهزرش. فوت دي يا محسن بيه، أنا آسف. لو ده حصل هيضغطوا عليك عشان تقول لهم الحقيقة. أقول لهم الحقيقة؟ أنت في الأول هتقاوم، لكن إذا ما قدرتش قولها. يعني أروح لحبل المشنقة برجليا؟ لا، هتدينا خبر عشان نحاول نساعدك. تساعدوني إزاي بقى وأنا ساعتها هبقى في إيديهم؟ لو حصل واعترفت لهم بكل حاجة عشان تنقذ نفسك هيطلبوا منك انك تشتغل لحساب. معناه ايه ده بقى؟ ما لو قلتلك عشان تنقذ نفسك. يعني وافق؟ عندك سكة تانية؟ واخون بلدي؟ طبعا لا، مش سعادتك اللي بتقول لي وافق. اي مصري بيتكلم في التليفون بينهي مكالمته بايه؟ هيقول ايه يعني؟ مع السلام. عشان كده لو اجبروك انك تتصل بينا في التليفون حسب الميعاد اللي بينا وقلت في الاخر مع السلامه، هما مش هياخدوا بالهم، لكن احنا هنعرف ان في حاجه غلط ونبدا نتصرف. يعني رأفت الهجان استاذ يوسف، بعيدا عن المستوى الفني، يعني تعال نقول ان هو زلزال في الشعور الوطني. ايوه مش كده؟ ايوه. حرك الوطنيه عند الشعب المصري. ايه ذكرياتك عنه؟ مش الشعب المصري بس، كل الدول العربيه. كل العرب طبعا. كل الدول العربيه. طبعا. يعني هي دي مهمتنا. هي مش مهمتنا مش ان احنا نطلع والناس تيجي تتفرج علينا والمنتج يحط في جيبه، لا، دي مهمتنا. ان الفنان ده ربنا سبحانه وتعالى اداله الموهبه دي ليه؟ مش عشان يتميز على الاخرين
مش عشان يلبس كويس ويركب عربية وياكل كويس، لا، عشان اللي هو موجود جوه معاهم لازم يحل لهم مشاكلهم، لازم يقلبوا عليهم، لازم يبقوا جواه وهو بيشتغل وهو بيتكلم وهو لازم. يعني انا بشوف فنان لازم يبقى موجود جواه الاحساس بالمسؤوليه، ما يبقاش مساله فرديه، ما يبقاش الانا بس. الانا ده بينتهي. بس افرض ان في فن، يعني زي ما بيقولوا كده استاذ يوسف، فن للفن، يعني بنشوف حاجه حلوه، اداء متميز، ورق مكتوب حلو قوي، اداء، كوميديا عشان ترفع عني شويه، جميل، ايه المانع؟ ايه ابدا، بالعكس، ده شيء، ده يبقى جميل جدا. كل ده مطلوب. انا حضرتك كان ليك ايام الافلام الابيض واسود شويه ادوار كده، يعني قد تكون فيها شقاوه بس على كوميدي. عملت كوميدي. كوميدي. بس مش لازم كوميدي اسفاف، هي كانت كوميديا الموقف. لا ما فيش اسفاف. ما انا فاهم، هو عشان الناس فاكره الكوميدي، يعني ممكن تكون واخده فكره غلط عن الكوميدي. ايوه. بس حضرتك برضو عملت. عملت انما الفنان، شوف اقول لك، بعد تجربتي وبعد خبراتي وبعد قراءاتي وبتاع، مفيش فنان ما عندوش اخلاق. لازم يبقى عنده اخلاق. اللي عنده اخلاق لازم يبقى حاسس بمسؤوليه ناحيه اللي بيقدم وناحيه بلده وناحيه المستوى اللي وصلوا له اساتذته قبل كده، وصلوا لي اساتذته قبل كده، كل ده لازم يبقى موجود طبعا. والا خلاص بقى ما بقاش فيه ادب ولا اخلاق عند يعني الصغير يعضف الكبير وكده. لا لا لا، مبقاش مجتمع سليم. لا لا لا، ومحدش يرضى. واحنا المفروض ده يبقى جوانا واحنا بنشتغل. ده صحيح. وانا هفكر حضرتك كمان بمسلسل اخر يعني نال قسط كبير جدا من النجاح، وهو مسلسل المال والبنون. ايوه، هشوف منه برضو مقطع وحضرتك يا ريتك تفتكره معانا. تعالى يا منى، اقعد يا ابني. طلباتك يا حبيبي. حقنا. حقكم. خلاص قول لي على حقكم وخده. بص يا عم الحاج، اذا كان ابويا يعني راجل طيب وعلى نياته وبتاع ربنا، انا بقى مش على نياتي. نص الملك ده كله بتاعنا. ملكي ايه؟ ملكك يا عم الحاج اللي ابويا سابهولك يوم الرجاله جت من البلد ومعاها الذهب والاثار. اقول تاني يا عم الحاج؟ مين اللي قال لك على حكايه الذهب والاثار دي؟ ابويا هو اللي قال لك تعالى شاركني. يا ريته قال، على الاقل ما كناش نبقى شحاتين. لا، وانا ما يرضنيش امانع منكم تبقوا شحاتين. انا ما اتحيلت على ابوك يا ابني عشان يشاركني لحد لساني ما نشف، هو اللي مرضيش. واديني جاي اشاركك ومن غير اي محايله. وانا موافق يا منعم، على الاقل تريحني. وتريحنا انت كمان يا عم الحاج. خلاص، من النهارده شاور على المحل اللي يعجبك وانا افرشهولك واملاهولك بضاعه. صحيح يا عم الحاج. بس انت بقى منعم جيت من الشباك، جيت غلط يا ابني، جاي تهددني عشان فاكر اني سرقتكم. لا، انا من يوميها وانا مستني حد منكم يجي عشان ياخد نصيبكم. حقك عليا يا عم الحاج، حقك عليا، انا غلطان. وهتقول لابوك انك هتشاركني؟ لو عايزني اقول له هقول له. ده كان مشهد من مسلسل المال والبنون، وكان فيه الاستاذ يوسف شعبان ضيفنا النهارده اللي منورنا طبعا، مع الاستاذ هادي الجيار. ف بيبقى شعورك ايه لما بتتفرج على على على, على يعني على الاعمال دي القديمه شويه؟
وبس الشنب اللي بيض شويه، هو كان الشنب اسود دلوقتي بيض سن، مفيش فرق. هو الفنان مراحل يعني، مش مرحله واحده. لا طبعا فنان بيمثل لغايه ما مفيش حاجه اسمها اعتزال زي ما انا عملت يعني، مفيش حاجه اسمها اعتزال. الفنان اشتغل لغايه ما زي اساتذتنا المليجي ماتوا في الاستوديوهات، مات في البلاتو. و يعني هو ده فعلا، وناس تانية كتير يعني. بلد لازم فعلا تستفيد من فنان، لانه المواهب ما هياش كتير وما هياش مرتبطة بسن معين. لا لا ما لهاش علاقة. طب حضرتك بتشعر بايه وانت بتتابع نفسك في حاجة زي اللي احنا شفناها من شوية؟ انا بيعجبنيش شغلي بصراحة. ليه كده؟ يعني بيبقى متهيألي انا كان ممكن اعمل تعمل احسن. يبقى باستمرار. بس دي سمة العباقرة يا استاذ يوسف. باستمرار بيبقى جوايا فعلا. ان انا كان ممكن اعمل احسن من اللي قدمته يعني. حقيقة يعني. انا زعلت مثلا لما مدام كريم الله يرحمها. الله يرحمها. بالمناسبة. وضوء الشرط كان بيعرض. اتصلت بيا لأول مرة. لأول مرة لوحدها كانت اتصلت بيا. قلت ايه اللي انت عامله ده يا يوسف؟ في مشهد عجبها جدا وهو بيتكلم قدام ابوه لما مات. وهبي الصوالمي، وهو بيقول له انا عشت طول عمري عشان ارفع من قيمتكم واخليكم تبقوا ناس كبار وبتاع وكده، وانتوا اللي حطيتوني في الارض. اثر فيها جدا قد ايه المشهد، لدرجه ان خلاها كلمتني وقالت لي كده لاول مره. طبعا والفنان ما هو مين بيحس بيه اكتر من زميله في المهنة؟ هو ده الفن. اللي انا بتكلم عليه طبعا، مش الفن ال 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 قريب من يعني. صحيح في ناس مستواها الاخلاقي انحضر فيه، ما بقولش انه ما فيش فيه في المجتمع، بس مش ايوه بس مش المفروض يبقى ده دي السمة اللي موجودة في كل الأعمال الدرامية في مصر أو أغلبها. طب في أعمال مثلا من نوعية جراند أوتيل مثلا أستاذ يوسف، وكان بيتصور كله في فندق كاتاراكت في أسوان، وقيل إنه كان أفضل دعاية لمصر. كويس. حضرتك يعني تابعته؟ اتبسطت. لا اتبسطت منه الحقيقة. بس اتبسطت من الحالة دي اللي عملها؟ قريت. قريت واتبسطت جدا. جدا هو ده. ده اللي انا بتكلم عليه، رغم ان الموضوع ملوش علاقه بالوطنيه ولا هو لا انا ما بقولش قصص ان احنا كلنا حامل ملفات المخابرات ولا اي شيء، جنود نحارب وبتاع، ما قلتش كده، انما تبقى مصر جوانا. ما نشتغلش واحنا حاسين تمام ان احنا مجردين كل واحد على كيفه. لا طيب، قبل ما نروح لبعض الاتصالات اللي هي نفسها برضو يعني تسلم على حضرتك، هنروح لعمل سينمائي، مقطع صغير من فيلم مع عبودة الجماهير مع الفنانة الكبيرة استاذة شادية والفنان الكبير العندليب رحمة الله عليه الاستاذ عبد الحليم حافظ. دور الام انسة اسمها ابراهيم، دور السكرتيرة. انت؟ لا مش انتم. انت يا اخوان متشاك على اخي. تعال. ايوه انت. تعال. اسمك ايه؟ اسمي ابراهيم يا استاذ. طيب يا ابراهيم، انا هدي لك دور مهم المره دي. انا يا استاذ؟ هو دور صغير لكن يعتبر محور الروايه، يعني لازم كلامك يحس بيه المتفرج كويس قوي ويفضل يرن في ودانه على طول. ها؟ حذر كل جهدي يا استاذ. انا اعتبر الدور ده تجربه ليك، اذا نجحت فيها هدي لك دور اكبر روايه جايه. ان شاء الله هكون عند حسن ظنك يا استاذ. تعال هنا. خلف يا استاذ. انت بتحب الست سوين؟ ده دورك في الروايه الجديده. مالك تبخت ليه؟ ده دور بسيط خالص. هتدخل تقول البطلة بحبك، كلمة بقالي سنين عايز أقولها لك، ما كانش عندي الشجاعة أقولها، كنت خايف لا تصديني وتحطمي حبي الكبير.
الحب اللي عايش عليه عمري واللي عايش معايا في كل لحظه من لحظات حياتي. بحبك بحبك واعيش العمر احبك واموت وانا بحبك. نسيت خالص. انا هقول الكلام ده لست صغير. ايوه انت. يلا بقى شد حيلك وروح احفظ البيت. يعني حتى استاذ يوسف بعد مرور معرفش كم سنه على الفيلم ده، مثلا بتاع 30 40 سنه على الاقل، تقريبا 30 سنه كده، انما برضو الحضور ونبره الصوت والاداء يعني شيء بصراحه يعني لما كون دلوقتي تقشعر له الابدان والله بصراحه يعني. طب هل صحيح ان هو الفن الجيد بيعيش يعني مش لغايه دلوقتي بنسمع ام كلثوم طبعاً بنسمع بحليم طبعاً بنسمع بوابه؟ هل تذكر عن الفيلم ده ان قيل انك يعني بعد الفيلم بقيت صديق لعبد الحليم؟ قبل الفيلم كان في اعتراض على الترشيح وما اعرفش ايه، ايه الحكايه يعني؟ هو الاستاذ عبد الحليم كان احسن ممثل طبعا، احسن مطرب في الفتره دي. طبعا زي ما هو لغايه دلوقتي ممتد يعني امتيازه. طلع في دماغه انه يبقى احسن مطرب واحسن ممثل. فلما جيت عرض عليه السيناريو سال مين اللي هيعمل الدور ده، فالمخرج قال له يوسف شعبان، قال له لا انا ليا راي تاني. فقال له وقتها انا كان بيتكتب عني ان انا بسرق الكاميرا، ان انا بلفت النظر، ان انا يعني ممثل مثلا انك خطر بيشتغل قدامي خطر يعني ممكن يبقى في نوع من يعني الغيره. هو مش عايز، هو عايز يبقى يعني يبقى احسن ممثل زي ما هو. انا قلت له الكلام ده، يبقى هو مركز الاهتمام. ايوه كل حاجه والنجوميه من قبل الكل. فضل الديكور متعطل، شاديه مدام شاديه ربنا يمسيها بالخير يا رب اصرت عليا، وهو اصر على زميل اخر توفاه الله برضه الله يرحمه. مين نقدر نعرف مين؟ محسن سرحان الله يرحمه. استاذ محسن ممثل كويس، بس يعني ما تقالش عليه انه بيسرق الكاميرا ولا بيخطف مش عارف ايه ولا العين بتروح له ولا ف يعني عبد الحليم شاف ان هو ده انسب لما يبذل هو مجهود في التمثيل هيبقى هو اللي يعني احسن ممثل كمان في الفتره دي. انا قلت له الكلام ده يعني. الحقيقه قعد الديكور متعطل حوالي 3 اسابيع، ف استاذ حلمي رفله الله يرحمه كان هو المنتج وهو المخرج وكده. فشاف انه هو اهتدى يعني انه احسن حل انه يروح للكاتب نفسه، كاتب القصه نفسه. فراح لمصطفى امين، هو كان كاتب القصه معبود الجماهير. فالاستاذ مصطفى امين قال لهم يوسف شعبان. فعبد الحليم ما قدرش يعترض صراحه، وابتدينا نشتغل. فواحنا بنصور دخلني احساس ان هو المساله دي مأثره فيا. انه رفض وبتاع. ف الحقيقه حاولت قدر امكاني احسس انه مفيش حاجه والله، يعني ان انا معجب بيه جدا كفنان ومعجب بيه جدا كمطرب، بس قلت له ما هو مش لازم تبقى يعني كمان احسن ممثل. واخد بالك يعني؟ قلت له الحكايه دي فعلا يعني. فالغريب بقى واللي اثر فيا جدا انه اخر سفريه ليه لندن للعلاج يعني وكده قبل الوفاه على طول. ده الكلام ده كان 77 على تقريبا. قال الحاج وحيد فريد اللي هو كان مدير التصوير طبعا
قال له يبدو ان هو كان عايز يعني ما يبقاش في شائبه، ما فيش حد متضايق منه، ما فيش يخلص نفسه. يبدو ان هو كان حاسس، الله يرحمه الله يرحمه، كان عايز يصفي المسائل خالص. ف بعت لك رساله حلوه يعني من خلال، قال لي ما تيجي نشوف وحيد فريد، نشوف عبد الله. رحنا له طبعا، كنت كان في السرير وخدته بالحضن وبوسته وقلت له ترجع لينا بالسلامه. يعني كنت صادق، العلاقات كانت حلوه. صادق جدا. قلت له انا عارف انك انت كنت عايز تبقى، ما فيش حاجه، انا ما زعلتش من كده، بالعكس انا كنت ملتمسك العذر. طبعا والله ده ما هو ده فنان عظيم، هو دي اخلاق الفنان. دي اخلاق الفنان. لا والله يا استاذ يوسف، احنا مفتقدين الكلام ده والله. ايه رايك لو نستمع الى بعض متابعي هذا الحوار، وربما يبقوا عايزين يوجهوا لك كده كلمه. ماشي. هبدا مع محمد من الجيزه. اتفضل يا محمد، مساء الخير. مساء الخير يا استاذ معتز. اهلا وسهلا، اتفضل. احنا بنمسي على الفنان الكبير الاستاذ يوسف شعبان طبعا، وهي دي القوه الناعمه بتاعت مصر اللي احنا اهملناها وضيعناها وتجاهلناها في ال 20 30 سنه الاخيره للاسف يعني الشديد. الفنان يوسف شعبان ما فيش فيلم عمله الا ما كان بيوصل رساله، من الانتهازي في فيلم للوصولي للواعظ بالشكوى والدموع. للاسف يعني قلب علينا المواجع، انا مهندس بالمعاش عندي 66 سنه. اي ومش هي يعني المواجع اللي قلبها الاستاذ يوسف شعبان، ان فعلا مصر في الستين سنه دي الله يكون في عونها، حوالي 20 سنه مع عبد الناصر اشتراكيه، 10 سنين مع السادات انفتاح، 30 سنه نوم، سنه سودة الاخوان، وربنا يكرمه السيسي النهارده بيلم حصاد 60 سنه. ممكن توجه رساله مختصره يا باشمهندس للاستاذ يوسف، علشان عندي عندي كم كبير جدا من المتصلين. تمام. الرساله المختصره للاستاذ يوسف شعبان، انت على دماغنا من فوق، وانت مكانك سلام، مش تمثيل، انت استاذ في معهد التمثيل، انت تتعمل اكاديميه للقوى الناعمه زي حضرتك، يكونوا هم دول اللي يطلعوا الاجيال الجديده، اللي مش اجيال ما تمسكش سنك، اجيال ما تقعدش ترقص بفرح بلدي. احنا بنصدر اسوأ ما في مصر النهارده. شكرا، شكرا للمهندس محمد من الجيزه. اخد ناديه من اسوان. ناديه اتفضلي. مساء الخير. ايوه اهلا، مساء النور. اتفضلي. اهلا يا استاذ معتز. اهلا بحضرتك. الحمد لله تمام. واهلا بيك، والله الواحد سعيد جدا جدا ان انت يعني جبت الفنان الجميل ده يوسف شعبان، والله العظيم النهارده. طبعا. وبمس عليه، ازيك يا استاذ يوسف؟ وبعدين انا هقول لحضرتك حاجه. اتفضل. انا اعتبر ان يعني احنا عشره عمر ومن وانا طفله صغيره. وبعدين يعني ايه يعني انا هتكبريه كده، ايه اللي وانا طفله صغيره؟ لا وانا صغيره هتكبره؟ دي الحقيقه. لا ده عشره عمر كبيره، وانا مستنيه منه تليفون، انا سايبه رقم تليفوني في الكنترول، لان هيبقى سعيد جدا جدا لما يعرف مين انا. طيب والله ماشي. يعني يا ريت يطلبنا. شكرا لناديه من اسوان، عشرة العمر زي ما بتقول مع الاستاذ يوسف شعبان، واكيد طبعا هي والملايين من عشاق ومعجبي يوسف شعبان. عمرو من القاهره، اتفضل يا عمرو، ويا ريت يبقى يعني ايه مداخله كده سريعه. اتفضل. مساء الخير يا استاذ معتز. مساء النور. واحب امسي على ضيفك الكريم محسن بيه ممتاز، او وهبي بيه سوالمي طبعا، او المستشار للحاجه فاطمه تعلبه في مسلسل الوتد. الله الله. احنا افتقدنا ادواره في الدراما المصريه بشده جدا، ومفتقدينه جدا، وما كناش حابين ان هو يعتزل فعلا، لان ده قامه كبيره في الدراما بتاعتنا. وحابب اساله سؤال، احنا تابعنا في رمضان السنه دي مسلسل الزيبق عن اخيارنا اللي هم كانوا اعوان لجيشنا المصري في الحروب وفي البتاع. احب اساله عن رايه في مسلسل الزيبق، ووجه المقارنه ما بينه وما بين رأفت الهجان. وتحياتي جدا للاستاذ يوسف شعبان. شكرا. يعني ناخد المداخلات وبعدين نرد عليها. هويدا الاسماعيليه، اتفضلي مساء الخير.
مساء الخير استاذ معتز، ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام. ممكن اكلم استاذ يوسف؟ معاكي على الهوا، اتفضلي. اتفضلي. ازي حضرتك يا استاذ يوسف؟ الله يسلمك. والله حضرتك مش عارفه اقول ايه على اعمالك الجميله، ويعني ومسيرتك اللي ما شاء الله تشرف اي ممثل وتشرف اي حد يعني بيتمنى يطلع يكون زي حضرتك. هو النهارده جاي بيقول يا هويده انه قرر يعتزل الفن، ايه رايك في الكلام ده؟ لا طبعا حضرتك ازاي يعني يعتزل من الفن؟ يعني هو حضرتك دلوقتي هو قيمه كبيره وقيمه فنيه، يعني ازاي يعتزل الفن وهو يعني حاجه مشرفه جدا ان اي حد ينفع يعني يتمنى يكون زيها؟ يعني حضرتك المفروض هو يعني برضو يعني هو مثلا يعني يهتم بالشباب، يعني يحاول برضو ان هو الناس اللي في القرى، الناس اللي في المحافظات اللي بتكتب شعر وروايات والحاجات ديت اللي مش عارفه توصل لدار نشر ومش عارفه توصل تقدم للممثلين او تقدم للمخرجين الاعمال اللي هي بتكتبها. حضرتك احنا دلوقتي كل اللي بنشوفه افلام بلطجه ومخدرات، وانا عندي 21 سنه يعني في مرحله الشباب، لما اجي اتفرج على فيلم او مسلسل الاقي كله بيتكلم عن بلطجه ومخدرات وبيتكلم عن يعني الحاجات ديت هتتعمل في مخنا ازاي؟ طيب شكرا يا هويده، هكتفي بهذا القدر عشان برضو ادي الفرصه للاخرين. ام محمد من القاهره، اتفضلي يا ام محمد. مساء الخير. لا توطوا التلفزيون يا جماعه لو سمحتوا. الو. ايوه اتفضلي، معاكي الاستاذ يوسف. الو. ايوه اتفضلي يا ام محمد. ام محمد ملبوخه في العيال. طيب معلش، نادية من القاهرة اتفضلي. مساء الخير. انا اول مرة اشارك في البرنامج وبحب بحب تمثيلات يوسف شعبان قوي فنانة، وزعلت قوي اللي هو اعتذر عن الفن. يعني انت عندك كام سنة يا نادية؟ عندي 15. طيب ده جيل جديد برضه يا استاذ يوسف، يعني حضرتك ما شاء الله تأثيرك ممتد. نادية شكرا يا نادية. اسلام الأليوبية من كل المحافظات على فكرة. اسلام اتفضل، ومن فضلك مداخلة سريعة، اتفضل يا اسلام. يا فندم مساء الخير اولا. مساء النور. احب امسي على حضرتك وعلى الاستاذ يوسف شعبان، وكان نفسي اصلا اتصل بحضرتك اهزك على الماما نونة كمان، بس والله ما جاتش فرصة معلش. الف شكر يا اسلام، متشكر جدا. تحب توجه من اشد المعجبين بالاستاذ يوسف شعبان وخصوصا في مسلسل رأفة الهجان، يعني حاجة بجد مشرفة للبلد كلها، وكلنا بنحب ان احنا نشوف حاجة مشرفة زيه. حتى في الاوقات اللي احنا فيها بنحب ان احنا نشارك، يعني نشوف حاجة ممثلة للبلد كلها زي الاستاذ يوسف شعبان. قليل جدا من البلد اللي بيطلع زيه، بجد بجد احنا فخورين بيك جدا. شكرا يا اسلام، رسالة واضحة. هرجع مرة تانية، اسلام كان من الأليوبية. ام محمد رجعت لنا مرة تانية، اتفضلي. مساء الخير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا استاذ يوسف شعبان؟ استاذ لو سمحتي انا عايزه اتكلم، انا ابني محبوس في مشاهد مرداش، واحد ضربه في حادثه كبيره. طب حاضر حاضر. انت انا فاكرك داخله تكلمي الاستاذ يوسف، عندك موضوع مع الاعداد وانا مقدر الكلام ده، وان شاء الله الاعداد يعني يحاول يساعد حضرتك، مفيش مشكله. المتصل اللي بعده يا شباب، أمنية من البحيرة، اتفضلي يا أمنية. أيوة ازي حضرتك يا أستاذ معتز؟ الحمد لله تمام. أنا مبسوطة قوي إن أنا بتكلم بأستاذ يوسف شعبان، وزعلت جدا إن هو هيعتذر، بجد إحنا بنحبه قوي وبنحب كل أعماله، وبجد فرحانة قوي إن أنا بجد بكلمه كده وبقول له يعني المفروض يتراجع عشاننا إحنا جمهوره كلنا بنحبه، المفروض إن هو يفكر في موضوع الاعتزال ده. شكرا لأمنية. تعالى بقى نعلق على بعض، يعني الكلام كله بيقول لك يعني لازم تعيد النظر في قرارك، فهل جمهورك ده كله ملوش كده خاطر عندك يا استاذ يوسف؟ لا ازاي، كل ده بيأثر فيا، وانا خدت القرار ده وجوايا تقدير الناس ليا وحبهم ليا ولتاريخي موجود جوايا ومؤثر فيا طبعا. انما ما هياش مساله ان انا بس ارجع، يعني مش هعمل حاجه. يعني انا يعني النظره لازم تتغير، لازم ما يبقاش كل اللي موجودين دلوقتي شباب لسه بيبتدي. يعني اذا كان مثلا
احمد السقا وكريم عبد العزيز او بتاع دول برضو بقى لهم فتره بيشتغلوا, مش ما هوش اولاد النهارده او اولاد امبارح يعني. فانا عايز دول يكتروا عن كده زي ما قلت لحضرتك, المجال فيه متسع للجميع. فيهمني قوي انه زي ما انا حاسس ان انا فعلا مفتقد ان انا وقوفي قدام الكاميرا ومعايشتي للشخصيه وكل ده انا مفتقده. بس مش عايز ماش احساس فردي خاص بيا يعني. انا عارف ان الفنان الحقيقي يعني المفروض ان هو يؤدي او يجسد اي شخصيه. ايوه. انما ايه الشخصيات اللي حضرتك شايف انك في مرحلتك دلوقتي تحب تجسدها يعني؟ شخصيه الاب اكيد. الاب. الاب والزوج وفي اولاد في احفاد في اعمال. شوف استاذ جمال حمدي الله يرحمه. الله يرحمه. قعد يشتغل لغايه ما توفاه الله يعني. مفيش ما يعني ما وقفش عن حد معين. انما حضرتك ما تملش لشخصيات اللي هي زعيم عصابه بقى والحاجات دي. والله اذا كان بيقول حاجه. كانت شخصيه بتقول حاجه. ما هو وهبي السوالمي ده الشخصية الحكم عليها من بره ان ده زعران يعني راجل بتاع قلق. مش مريح يتخاف يعني. منه. مش مريح. بس جوه الشخصية في مبررات لان هو يعمل كده. ويعني برضو اتكلم المسلسل ده في مضمونه عن الارهاب. ايوه ده اول مسلسل تنبأ بالارهاب ايه وهدفه ايه. ولما قال اخوه لما جاب له الصيغه بتاع السايغ اللي قتلوه المسيحي اللي هم متصورين ان هم عملوا حاجه سليمه وكده يعني. هم متصورين كده يعني. ايوه. فقال له اما لقى الحكايه كده وجايبين صيغته بتاع قال له يا ولاد الحراميه وتقولوا قال الله وقال الرسول. يعني كل واحد بيقول قال الله وقال الرسول لازم يبقى قدها ان انا ما بقاش لص او ما بقاش خطر على المجتمع. ده حضرتك قلت له انا مش عارفك, لو انا فاكر كويس مش عارفك بتسرق وتقتل على مذهب مين. ايوه برافو. يعني بصراحه دي لخصت الحكايه كلها. أيوة. على مذهب مين؟ ابو حنيفه ولا مالكي ولا بالظبط. اعمال حضرتك الحقيقه يعني مش محتاجه ان الواحد يتكلم عنها, وايا كان يعني قرارك اللي بيناسبك واللي بيريحك يا استاذ يوسف, فاحنا هنفضل طول عمرنا بنقدر استاذ يوسف شعبان كقامه كبيره في الفن المصري. واتمنى من كل قلبي انا بشكل شخصي ان حضرتك تفضل تواصل رحله العطاء دي يا استاذ يوسف لما الظروف تتحسن. تعال نقول يا ريت الظروف تتحسن ويكون كلامي ده له صدى عند اللي سمعني ان شاء الله, سواء منتجين او مسؤولين يعني. يا ريت ده يبقى له صدى ويبقى له نتيجه, لانه كل واحد فيهم هيحس بان هو على الاقل ضميره ارتاح. صحيح. وبشكر حضرتك جدا جدا لاختيارك برنامج 90 دقيقة للظهور فيه, وده كان شرف كبير ليا يا استاذ يوسف. ربنا يخليك. واتمنى لك كل التوفيق وتحياتي. شكرا. لحضرتك وللأسرة. شكرا شكرا جزيلا. شكرا استاذ يوسف شعبان. خليك. شكرا لضيفي العزيز. قامة كبيرة وتاريخ طويل عريض يعني اسمه الاستاذ يوسف شعبان, شرفني النهارده في البرنامج. بشكره جدا جدا. وبعد الفاصل هسيب حضراتكم مع تقرير عن مبادرة طرحها المنتدى المصري للإعلام في محاولة للبحث عن إعلام مهني بناء. أساس المبادرة هو الارتقاء بلغة الخطاب وفتح آفاق للحوار. المبادرة بالتعاون ما بين وزارة الثقافة ومؤسسة شرف للتنمية المستدامة ومؤسسة إبداع اللي بيرأسها الدكتور حسن راتب رئيس مجلس الأمناء لجامعة سيناء. خليكم معانا, اوعوا تروحوا في أي حتة.